هذه الحركة لا تؤمن بالاختلاف في الرأي لا تؤمن بالديمقراطية لا تؤمن بعلوية القانون وديدنها خرق الإجراءات وخرق القوانين ومخالفات بالجملة ودوس على النظام الداخلي لذلك تواجهنا بميليشياتها بأبنائها التي تعتبرهم ذراعها العنيف ذراعها الذي تخرس به صوت المعارضة وخاصة ذراعها الذي لديه نظرة دونية لل... المرأه النظره دونيه للمراه السياسيه وطريقتهم في اخراسها هو تعنيفها ما حصل اليوم هو فضيحه بكل المقاييس والفضيحه الاكبر هو عدم تحرك القضاء في الوقت المناسب للتصدي لحادثه العنف الاولى فحدثت حادثه العنف الثانيه والى اليوم لم يتحرك القضاء من تلقاء نفسه